فيجي واحد يسأل يقول الاستعانة بالجن حلال ولا حرام؟ على طول أقول له حرام. يقول لي بس ده أنا بستعين بيه في حاجات كويسة. أقول له حرام. يقول لي ليه؟ أقول له لأن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. ربنا أمرنا بعدم الاتصال بيه، اتصلت بيه يبقى عملت حرام. ما قلناش بقى اتصلت بيه ليه؟ هل اتصلت بيه علشان اقول له تعالى ساعدني في بناء مسجد؟ لو جه وساعدني في بناء المسجد كان يبقى حرام عليه وحرام عليه. ليه؟ لان هو مش مكلف بكده. هو المكلف بايه؟ انه يعبد ربنا. فواحد قال لي الله، هي الحكايه دي بعد النبي ما ارسل ولا طول عمرها من اول ما ربنا خلق الكون؟ قلت له لا، ده بعد النبي ما ارسل. جاءت الديانه الاسلاميه علشان تفصل فصلا تاما بين بني ادم وبين العفاريت والجن والحاجات دي. انت في حالك، صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. لكن ايام سيدنا سليمان سخر الله له الجن وكلفهم انهم يصنعون له ما يأمرهم به. يبقى اذن قبل سيدنا محمد وضع وبعد سيدنا محمد وضع تاني. عايزين نسمع اسئلة منكم برضو في هذا الشأن. تفضلي. الجن ممكن يموتني؟ انت ايه رأيك؟ لا يمكن طبعا يموتك، لانه ان كيد الشيطان كان ضعيفا.